صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. يتصاعد الكلام والضغط في موضوع قانون الانتخابات من دون أن تبرز حتى الساعة أي نتائج عملية لصيغة انتخابية يتوافق عليها الجميع، رغم أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن عن تقدم واضح في قانون الانتخاب من دون أن يدلي بأي تفاصيل. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون جدد القول بأنه سيستخدم صلاحياته لتعطيل إجراء انتخابات وفق قانون 60، وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن تيار المستقبل مستاء من كلام للرئيس عون قيل في جلسة مجلس الوزراء حول تفضيله الفراغ على التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون 60. في هذا الوقت تستمر المساعي على العديد من الخطوط من أجل التوصل إلى صيغة انتخابية يتوافق عليها الجميع، إلا أن كل صيغة حتى الآن يبرز عليها اعتراض من هذه الفئة أو تلك، ويتركز البحث حول إمكانية تأمين توافق على قانون مختلط بين النظامين النسبي والأكثري على مرحلة واحدة، أو قانون يعتمد النظام الأكثري والنسبي وفق مرحلتين، مرحلة التأهيل على القضاء وفق النظام الأكثري وداخل كل مذهب، وفي المرحلة الثانية الانتخاب وفق النظام النسبي الكامل في المحافظة. وفي جديد المساعي المبذولة اليوم تبرز زيارة وزير الإعلام ملحم رياشي إلى ابن شعي، كما الاجتماع الرباعي المقرر بعد ظهر اليوم في وزارة المال. كل هذه التطورات المحلية وغيرها نناقشها مع الدكتور توفيق الهندي وهو ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. بدنا نشوف شوي نحن وياك حال الطرقات صباح هذا اليوم، خصوصا أنه عفوا في يعني أمطار عم تتساقط وفي موجة شتي وتلج يعني جاي على الأراضي اللبنانية. عم نشوف أوتوستراد جوني، حركة السير اليوم مقبولة على أوتوستراد جوني باتجاه بيروت وباتجاه الشمال، منطقة الدورة كذلك الأمر. عم شوف بالبولفار شار الحلو في شوية عجقة سير باتجاه الصيفي وسط بيروت وباتجاه المرفأ. ساعة ساسين بالأشرفية الحركة طبيعية. شارع الحمراء في ضغط سير مع توقف عند التقاطعات والإشارات. كورنيش المزرعة حركة سير طبيعية كمان مع توقف عند التقاطعات والإشارات. طريق المدينة الرياضية المطار ضغط سير باتجاه نفق سليم إسلام، أما باتجاه الجنوب فالحركة طبيعية. وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدا الحركة فيها طبيعية جدا. دكتور هندي، يعني كل هذه المساعي التي تبذل للتوصل إلى قانون للانتخابات برأيك ستؤدي إلى أي نتيجة، أم أنه المسألة هي يعني محاولات ولكن هناك من يرغب بالفعل بالإبقاء على قانون 60؟ هلا من المؤكد أنه في من يرغب الإبقاء على قانون 60، هيدي شيء واضح، وعلى كل حال يعني الواضح أكبر أكتر شيء هو جملات، بس في أكتر من جملات. هل أنه رح تصير على قانون 60؟ أنا بفتكر ما رح تصير على قانون 60. هلا المشكلة بأنه هدي عم بيتحاوروا ويلي ما بيقبلوا إلا أنه كل العالم تكون مبسوطة. شو يعني كل العالم تكون مبسوطة؟ يعني نتيجة هذا الحوار بدون يجربوا بمفهومهم يعني يخلصوا الانتخابات من خلال القانون، يعني منتقاسم إذا بدك المقاعد بفكرة التقاسم من خلال وجود قانون، ظنا منا أنه كل واحد يمثل طائفته. يعني في عندك ثنائي مسيحي يسعى إلى أنه يكون هو يحصر إذا بدك تمثيل الطائفة المسيحية بحاله، بالرغم من القول العكس يعني، بس ما بيهم شو بينقال، المهم شو بيصير يعني. شو بيصير. ومن ناحية يعني الشيعي في عندك ثنائي عظيم، من ناحية الدروز في عندك جنبلاط، ومن ناحية السنة في عندك لحديث هلا يعني سعد الحريري اللي عم بيجرب، بس عنده مشكله لانه الوضع السني مفتت اكثر من غيره، وبالتالي هل انه رح يقدروا يتوصلوا لهالشيء المشترك؟ يعني صار لهم 8 سنين ما قدروا توصلوا. نحن هلا بعد عنا اقل من شهر يعني حتى يقدروا يتوصلوا لقانون جديد يقدروا من خلاله يتقاسموا المقاعد. طيب كيف إذا ما راح يقدروا يتوصلوا كيف لن تجرى الانتخابات على قانون 60؟ كيف؟
يعني كيف إذا ما رح يقدروا يتوصلوا لقانون جديد كيف ما رح تجرى الانتخابات على أساس الستين؟ هيدا موقفه للعماد عون. شو قال لهم؟ قال لهم لا قانون الستين ولا تمديد. لما بتقول ما في تمديد شو معناتها؟ معناتها ب 21 يمكن أيار ولا شيء هيك بيخلص يعني مهلة المجلس، وبالتالي ما وصلنا لقانون جديد لحديت 21 أيار ما رح نسمح بتمديد للمجلس النيابي، بصفي في فراغ بالمجلس النيابي. هيدي المعادلة، يعني لا 60 لا انتخابات على أساس 60 ولا تمديد للمجلس النيابي. الفراغ أفضل من إجراء الانتخابات على في انتخابات على قانون جديد. هذا عم بحكي شو عم بيقول الرئيس عون. أنت برأيك رأي. في انتخابات على قانون جديد؟ في انتخابات على قانون جديد؟ ما بقى بعرف مين يعني صرنا بدنا نبصر هلأ إذا رح يصير. هلأ بتسمعوا بيقولوا بدنا معيار واحد، ما بدنا شيء مفصل على قياس، بس كله مفصل على قياس. ولما بتسمع مزبوط شو بيقولوا أنه ما في حدا بيطلع زعلان، أنه أكيد ما حدا بده يطلع زعلان، يعني لأنه الطوائف والمذاهب مختزلة بأشخاص وبأطراف، وبالتالي هالأطراف هيدي أخذ على عتقها تقول أنه أنا ما رح أمشي إلا بشيء متوافق عليه، يلا بالإخضاع بالإجبار بالضغط بالهيدا، بس أنه بدنا نتوافق، مع أنه قانون الانتخاب هو قانون عادي، يعني ما بده لا تلتين المجلس النيابي ولا تلتين مجلس الحكومي مجلس الوزراء، ما بده تلتين. هيدا غلط، لأنه لما بتحكي أنت بقانون انتخاب هيدا شيء بيأسس لطبيعة النظام وطبيعة القوى، وبقى ولكن هم متمسكين 100% أنه كلنا مع بعض. لا ليش بده يكون؟ خليهم يطرحوا الأمور على التصويت بجلسة عامة يعني. نعم بس بدي أقول شغلي بكل هالمسألة، هاي في طرف غايب بشكل كامل هو الشعب اللبناني. يعني أنا أفتكر أنه الانتخابات البلدية أعطت ريحة، أعطت مسار معين، فرجت أنه هذه القوة الجبارة يلي موجودة بالطوائف يلي عم بتسعى إلى اختزال الطوائف بحالة من هي ما هيك ماسكة أو عندها التمثيل الفظيع والكبير يلي هي عم تدعي أنه بتمثل. هل كتير منيح يعمل الشعب ردة الفعل، فإذن بكرة بصناديق الاقتراع ويفرجي أنه هذه القوى السياسية اللي عم تقول أنه مختزلة الناس ومختزلة الطوائف، يفرجيها أنه لا هي مش مختزلة حدا. أنا بفتكر لازم يصير في شيء، بس دجا بالبداية في معركة القانون. هلأ معركة القانون ما بعرف ليه الأطراف من عدا يمكن بعض الأشخاص مثل حضرتي شيء أنه عم بيجربوا يخوضوا معركة القانون، لأنه هي بداية الانتخابات، هي معركة القانون الانتخابي. عظيم. أنه أنت بدك تخلي القانون الانتخابي بيد ما هيك الأطراف المهيمنين وما عم تعمل شيء، كيف هاي؟ طيب قبل ما أروح على تفاصيل القانون الانتخابي، اليوم الكلام الموجود في البلد والصراع الموجود في البلد والجدل الموجود في البلد بخصوص قانون الانتخابات نتج عن هذه الثنائية المسيحية التي اجت تقول انه نحن هالمرة بدنا نكون موجودين، هالمرة بده يكون لنا كلمة بقانون الانتخاب، هالمرة نحن بدنا نكون ممثلين بشكل صحيح. فاذا الخطوة التي قامت بها هذه الثنائية المسيحية راحت خطوة بالاتجاه الصحيح، مشان فرض قانون انتخاب يؤدي الى حسن تمثيل المسيحيين. نعم. أنا خليني أقول لك موقف الرئيس عون مش هيك، يعني عم بقول ما بدنا أنو 60 بدنا أنو الرئيس عون والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحتى حزب الكتائب ما بده أنو 60. ما بعرف أنا هلأ كل المسيحيين ما بدهم أنو 60، هيدي شيء واضح هيك، ولكن مش أنه بدي قيم أنو 60 حتى أجيب أنو بيشبه 60 بحسن مش أوضاع المسيحيين بشكل ثابت على المدى البعيد، إنما يسمح للقوى المسيحية الموجودة أنه هي تقدر تجيب
عدد اكبر من من النواب. هاي شيء وهي شيء. هذا مش هذا مش يعني مثلا انا اعطيك مثلا الثنائيه الثنائيه المسيحيه منهم بيقولوا بفتكر شيء مظبوط انه اذا عملوا تحالف من خلال التحالفات بيقدروا يتخطوا قانون الستين، فيهم يعملوه على قانون الستين. انما التمسك بقانون جديد اليوم هو تمسك لانه ايضا مرتبط برئاسه الجمهوريه وخطاب القسم. يعني يمكن بيعتبر الرئيس هون، عشان هيك حكيت بالرئيس هون، انه اذا ما رح يصير في قانون جديد وانتخابات على اساس قانون جديد، انا بكون اخليت بوعدي وبالقسم بالقسم تبعي، وبالتالي انا رح بلش عهدي بشكل مغلوط، وايضا النتيجه رح تكون سلبيه يعني في مراحل لاحقه. مش بس اخلال، هذا بيكون انكسار لرئيس الجمهوريه، لانه رئيس الجمهوريه انكسار. بالاخر اورد هذا الامر بخطاب القسم، ورئيس الجمهوريه كل يوم بيقول انه بدي قانون جديد للانتخابات، والانتخابات ستجرى بموعدها وفق قانون جديد، وقال اذا في تاجيل تقني قال اذا في تاجيل تقني بينبحث الموضوع. اوكي طيب، لكن هيدا يعني الشيء اللي بدي اقوله بس مش غلط. المطلوب مش قانون هلا مثل ما عم بيعملوا. شو عم بيعملوا هني؟ عم بيعملوا تسويه المختلط. شو المختلط هيدي؟ هيدي اختراع فظيع. يعني المختلط هلا في مختلط هون وفي مختلط هونيك وفي مختلط جديد، كله هيدا يناقض الكلام يلي انحكى في السابق، وهو انه بدنا مناصفة. ما بي ولا واحد بيعطي مناصفة، بيقولوا لك ايه نحن ما فينا نوصل للمناصفة، بدنا نحسن بالوضع. بدل ما يكون 64 منجيب 54، منجيب 53، منجيب 52. وانا بفتكر كل حساباتهم منا دقيقة ومنا مزبوطة. انا عم بحكي كرياضيات، يعني انه ما هيدي القصة في خلال اول شيء بالعود. بيقول لك ايه لانه نحن في عنا شركة. يعني مين الشركة؟ الشركة المسلمين، وبالتالي نحن بدنا نطلع، ما فينا نحقق كل شيء فرد ضربي، بدنا نعملها شوي شوي. اما بالنسبية طيب خي ما فينا نعمل نسبية كاملة، بنبلش نجرب نعمل جرعة وبعدين نروح لمرحلة لاحقة. هذا كلام بدل على شغلي، بدل على انه هذه الأطراف تساوم مع الأطراف الأخرى وليست جدية بعملية طرحها. ونحن شفنا ذلك لما طرح ما هيك القانون الأرثوذكسي بالسابق، مش هيك؟ شفنا طرحوا القانون الأرثوذكسي، هيدا بيعمل هيدا، كلهم مشوا شوي فرط العملية. على كل حال أنا مش معناتها أنا مع القانون الأرثوذكسي، لأنه القانون الأرثوذكسي ما بيعطي عايش مشترك. هذا الاختراع بس بيأمن للمسيحية 64 نائب، بيأمن 64 نائب بأصوات المسيحيين، مسيحيين منتخبين بأصوات مسيحية بأصوات المذاهب. ايه مشكل فيه؟ لا بس هيدي من هالزاوية فتحوا الأطراف المسلمة بالبلد معركة، أنه هيدي ضد العيش المشترك. شوف شو أنه هيدي، لا فيك تلقي وعندي، وانا هذا الشيء طرحته. العيش المشترك يعني هل هو انه المسلم ينتخب المسيحي والمسيحي ينتخب المسلم؟ بمفهومه. هلا في فلسفه تانية للقانون الارثوذكسي بتقول لك لا، انه اذا كل واحد مرتاح وقتها فيهم يعملوا عيش مشترك. بس في كمان هلا مفهوم المسلمين لقلوا مش هيك، يعني هن كانوا بشكل فعلي ضد القانون الارثوذكسي، وما قالوا لانه بيعطي مناصف، قالوا لانه ما بيعطي عيش مشترك. ايه بس كمان في اطراف مسيحيه دكتور عم بتقول انه اليوم المسيحيين كان عدد كبير من نوابهم مصادرين من قبل المسلمين، يعني بوضوح. انا اول ما يعني بيقولوا انه الرئيس سعد الحريري بياخذ نواب مسيحيين، النائب جنبلاط بياخذ نواب مسيحيين، حزب الله وحركه امل بياخذوا نواب مسيحيين، في يعني واضحه الامور. انا هي مسلم ومسيحي كمان يا استاذ بسام. انا اول ما حكي فيها من زمان وانا مع هالقصه، مش مع انه ياخذوا، انه مع هالتوصيف انه مزبوط. وهذا اتى بوقت انه السوري استلم البلد، مش هيك؟ وراد يهمش المسيحيين لانه اعتبر انه المسيحيين هني يلي حاربوه،
وهن يلي شكلوا المشكلة، وبالتالي ذهب إلى مسيحيين يتعاطفوا معه، وأراد أنه يدعو في المسيحيين ببداية العصر السوري، وحتى راد يضعفهم ديموغرافيا، حيث عمل وقتها التجنيس بالجملة يلي هو تجنيس شي 500,000 إنسان، يعني 85% منهم هن مسلمين، أنه عمل إخلال إذا بدك بالتركيبة الديموغرافية اللبنانية. عم تجي الثنائية المسيحية اليوم تقول نحن بدنا نختار نوابنا. هلا لا، هيدي هون قالوا في فرق بين تقول انا بدي اختار نوابي لوحدي، وفي فرق تقول انه انا بدي انه يكون طاقتي الانتخابيه لانتخاب 128 نايب مساوي للطاقه الانتخابيه تبع المسلمين. هاي شيء وهاي شيء. انا مثلا بالمشروع يلي عملته ويلي عامله من قبل، بس رجعت ظبطته على بنسخته النهائيه، وفي وهو يعني موجود عند البترك، بعته لرئيس التيار الوطني الحر لبنان باسيل، بعته لاحد الوزراء في القوات، موجود يعني بيسمح اولا بمناصفه حقيقيه متساويه، بيسمح لعيش مشترك كامل، بحيث أنه كل ليستا وكل شخص مرشح بيكون جاي بأصوات المسلمين والمسيحيين. شو بيعتمد بيكون المشروع؟ بيكون هلا أقول لك، وبيكون متوافق 100% مع الطائف 100%، وبيكون في هو النسبية بنسبية كاملة بنسبية كاملة. بقى كيف هذا؟ وفق اي دوائر؟ وفق شو؟ هلا رح اقول لك. اولا خلينا نقول النظام الانتخابي هو نسبي، ما في يعني هيدي نص نسبي وربع نسبي وبنحط شويه نسبي مع اكثر، لا، وما في مراحل، في مرحله واحده. مرحله واحده بون، هاي اول شيء النسبي. ثاني شيء الدوائر، فيك تروح تعملها بالدوائر اللي بدك اياها، من لبنان دايره واحده الى دوائر كبيرة، إلى دوائر متوسطة، بس أفضل أنا برأيي تكون كبيرة، فيك تعملها بكل الهيدا. وبعدين بتعتمد على احتساب طريقة الاحتساب تبع النتائج. يعني بدي أعطي مثال حتى واحد يفهم تماما. ناخد بيروت مثلا، نقول هيدي دايرة بيروت، في قد ايه؟ في 19 نايب. لوائح بده تكون كل لائحه 19 نايب، يعني بعدد المقاعد. المقاعد بيضلوا مثل ما هن، 6 سنه كذا مدري شو، مثل ما هن موزعين. بس كل لائحه تؤلف من 19، مؤلفه من 19. و بحط بتنتخب، تروح على الانتخاب، تنتخب لايحة. افترض عندك لايحتين او ثلاثة او اربعة، اللي هي لايحة الف، لايحة بدي اخذ لايحة الف، شو بتجيها؟ بيجيها بدك تحط مثلا تنتخب لايحة، بدك تنتخب صوتين تفضيليين مسيحيين وصوتين تفضيليين مسلمين. اوكي، اثنين باثنين بصفوا اربعة، وكل واحد بده ينتخب هيك. يعني انا كمسلم او كمسيحي بدي انتخب لايحة، وبدي حط اثنين مسيحية واثنين اسلام، حتى نقول لما بتنجح اللايحة او بتكسب اللايحة مثلا 10 مقاعد، لمين بدهم يروحوا هالعشر مقاعد؟ كيف بدهم يروحوا؟ عظيم. تجي هلا كيف بدك انت تحتسب النتائج؟ باخذ لايحة الف مثلا اجاها 60,000 صوت مسيحي، عمية الف صوت مسيحي صوتوا، اجاها 60,000، واجاها قول 40,000 صوت مسلم، ما هيك؟ على 200,000، 40,000 على 200,000. انا ما بجي بجمع 40,000 و60,000 بقول اجاها 100,000 صوت، 100,000 صوت على 300,000 صوت صوتوا، ما بقول هيك. انا بجي بقول 60,000 على 100,000 مسيحي، شو بيعطي هيدا؟ معناتها 60% من المسيحية بدون هالليحة.
40 ألف على 200 ألف صوت مسلم، معناتها في 20% من المسلمين معك بدون هالليحة، لكن 60% من المسيحيين بدون ليحة، و20% بدون من المسلمين بدون ليحة. بعمل ما بسميه النسبة المئوية المثقلة، يعني بياخد نص 60% زائد نص 20% بيعمل قديه، يعني 30% زائد 10% بيطلع على 40% نسبة مثقلة. لكن هالليحة هيدي شو بده يجيها؟ بده يجيها 40% من المقاعد. اوكي، هالشكل اذا بتحتسبها شو معناتها؟ انا تخطيت عملية عدم التوازن الديموغرافي بين المسيحيين والمسلمين من خلال أخذ النسب وليس أخذ الأعداد. من ناحية تانية شو عملت؟ جيت قلت أنه المسيحي عم بيصوت للمسلم والمسيحي، والمسلم عم بيصوت للمسيحي والمسلم، وبالتالي قضية أنه العيش المشترك بالمعنى المفهوم من المسلمين مؤمن، أنه مش جايين. شو معناتها هيدي على مستوى لبنان كله؟ على مستوى لبنان كله أنه 128 نايب جايين بتقل تصويت مسيحي قد تقل تصويت المسلم. طب بس كمان في فرقاء لبنانيين بيرفضوا هاي النسبية الكاملة. ايه هلا ما انه مثلا نائب وليد جنبلاط ما بيقبل بالنسبية. هلا هيدي بتجي انا برايي هلا بس نقول النسبية، خليني نكمل بس اقول شو 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 وين بتوصل هاي. تفضل. هيدي اكيد رح توصل، لانه وليد جنبلاط بده يخسر من المقاعد، بده يزم، الكتل بدها تزم، كتلة الحريري بدها تزم، مش بس وليد جنبلاط. كتلة عون يمكن تزم، كتلة القوات يمكن تزم، او يمكن كتلوات لا لانه زامي اصلا، مش هيك؟ بقى بس انه بشكل عام كل الكتل بدها تزم، ما فيهم يضلوا هيدا. وقتها بتكون انت فتحت مجال لدم جديد بالندوة الانتخابية، بيكونوا فاتوا عالم منهم منتمين الى الاحزاب الكلاسيكية يلي هي مصادرة يعني رأي الطائفي أو المذهب تبعه، أو أنه مش مصادري، أو هي عم تعتبر حالة ممثلة فقط وحصرية لهالطوائف. تكون أنت فتحت مجال لمجتمع مدني أنه يقدر يعبر عن حاله، عن أطراف يمكن موجودة وعندها قدرات، بس أنه بس واحد بيربح 50% من الأصوات خلص بيصفي فيه إلغاء. أنا بفتكر بتفتح لتعددية حزبية أوسع، بتدخل دم جديد، وبالتالي بتشفي غليل البعض. هلا منهم قد يقول أنه هيدا لا يزال مدري شو طرح طائفي، يعني بالرغم كل هالقصة يقول لك هيدا طرح طائفي. أنا رح بقول أول ما يصير انتخابات على أساس هذا القانون فلنذهب ونشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أو لإلغاء الطائفية السياسية. بتعرف أنت بهذا البند المادة 95 من الدستور فيها التباس بالأساس محل إلغاء طائفية ومحل إلغاء طائفية سياسية، ناتج من نوع من التباس مراد داخل اتفاق الطائف. عظيم. لما اتفقوا على اتفاق الطائف ما قدروا اتفقوا على إلغاء الطائفية أو إلغاء الطائفية السياسية، فخلوا نوع من التباس فيها. طب يعني بس اليوم هل المشكلة في لبنان هي مشكلة طائفية يعني يحاول قانون الانتخابات معالجتها، أم أنه هي المشكلة على الصعيد الوطني، مشكلة على الصعيد التمثيل، مشكلة على صعيد أنه مراكز القوى في هذا البلد؟ اليوم كمان يعني الطائفة الدرزية تطالب بإنشاء مجلس الشيوخ وأنه يكون رئيسه درزي ضمن ما يحكى عن قانون الانتخاب والصفقة أو التسوية التي ستعبر في هذا الموضوع. نعم، خليني أنا كمان هون قصة مجلس الشيوخ.
هذا مجلس الشيوخ موجود في اتفاق الطائف. عظيم موجود في اتفاق الطائف. بس اليوم عم بيحاولوا انه يربطوا انه تهميش الطائف الدرزيه بيه كمان انه لا خلينا نعمل مجلس الشيوخ. لا بدنا نعمل مجلس الشيوخ. هذا مجلس الشيوخ بالفعل مش مجلس شيوخ امريكاني، يعني عنده سلطه عنده قدره على انه يمشي قانون ويرفض قانون. لا هون عندنا مجلس شيوخ اول شيء مش محدد تماما شو اهدافه وشو صلاحياته وشو بده يعمل، بس اجمالا الفكره العامه اللي موجوده عند العالم كلهم انه هذا بيهتم بالقضايا الاساسيه. يعني مثل واحد يعني قاعد عامل اطار تيناقش يعني نقاشات بيزنطية. ما هي يعني شو القضايا الأساسية؟ العيش المشترك. شو قضايا يعني فكرية أكثر منها حقيقية. إنما السلطة الفعلية يعني مثل ما الأرباب النظام بيفكروا بتطلع بالمجلس النيابي، يعني السلطة التشريعية هناك، وهديك نوع من سلطة رقابية على الكيان، كيانية. يعني انا ماني شايف شو اهميه هالمجلس الشيوخ. ثالث شيء هذه يعني المجلس الشيوخ حسب اتفاق الطائف مرتبط ايضا بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي. تبي هيدي في ارتباط، مش انه بيجي بعمله قبله، هيدا وفي تسلسل. وهالاثنين هودي مرتبطين بشغلي وحدي ب الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية شيء مهم كتير، بس ما حدا عم يعطيها أهمية ولا عم بيشكلوها. هلا هذا بيفتح يعني باب جدل جديد إذا حكى بهذا الموضوع. نعم. إذا الفرقاء السياسيين طلعوا طرحوا هذه المواضيع. اليوم المسألة يعني الأساس هي اللي عم بيركزوا عليها هي مسألة قانون الانتخابات. اليوم هل بالفعل مثلا إنه هواجس النائب وليد جنبلاط، هواجس الطائفة الدرزية هي في مكانة؟ يعني هل يقدم السياسيون في لبنان على قانون يؤدي إلى تهميش فئة من اللبنانيين أو عدم تمثيلها بشكل صحيح؟ طيب خلينا نرجع كمان لهون. لما صارت الوصاية السورية مش هيك؟ مين تضرر أكتر شيء؟ مسيحيين. مسيحيين عزيز. والسوريين كان بدهم أنه يضررون ويحطون على جانب ويضعفون. ما هي؟ هل إضعاف هيدا تم على حسابهم؟ و كان بوقتها الانتخابات النيابية والأوانين الانتخابية بيعملوها السوريين وبينقوا مين بده يجي ومين ما بده يجي، وبالتالي صار في عمليا تضخم ما هيك بالتمثيل النيابي إن كان لجنبلاط ولا للحريري مش هيك. يعني انتفخوا أكتر بكتير من حقيقة الأمور. هلا يعني انا عجبني الكلام حول انه يعني في 8 نواب دروز وانه دروز ما بيصوتوا غير لأربعة. طيب انه طيب اذا بدي احسبها هيك انه طيب بيطلع لكم 8 ما بيطلع لكم 11 و12 يعني شيء. هلا القصة انه طلع لهم، بس ما هون كمان بترجع لمسألة العيش المشترك. هون العيش المشترك. انا شو المشكلة اذا مشي قانون ما هيك مثل القانون اللي طرحته هلا انا انه بيتضرر جنبلاط؟ ليه بده يتضرر؟ ما رح يتضرر اكتر من غيره. وبعدين انه هل انه مثل ما بيقول وئام وهاب انه جنبلاط هو لوحده بيمثل الدروز الطائفة الدرزية؟ اكيد هو اقوى واحد بالطائفة الدرزية، بس هل لانه محصورة فيه بس؟ لا. واذا هو خسر شيء عم بيحصل، معلش للأسف هو مثل ما بيقولوا مش مراعاة الطوائف لبعضها، هو مراعاة لا اذا بدك المهيمنين على الطوائف لبعضهم بعض اكثر من انه طوائف. انه انا يعني طائف الدرزيه ايجال جنبلاط اوكي، لكن اذا بده يصير في شيء مشكله مع جنبلاط معناتها في مشكله مع الطائف. طيب. هاي المعادله يعني انه كل واحد بيحط لك انه في مشكله معي انت عم تعمل مشكله مع الطائفي. انه اذا انت بدك تعمل مشكله مع استاذ نبيه بري او مع حزب الله انت عم تعمل مشكله مع الطائفه الشيعيه.
وهكذا دوائر انت المسيحيه او كله هذا اللي عم بيحصل. طيب هناخد اول بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. وانا عود لمتابعه نهاركم سعيد من ال بي سي اي مع الدكتور توفيق هندي. طيب اليوم ما بتلاحظ كمان يعني انه وجود العماد عون بسده الرئاسه يعني هو زيادة الضمانة لحتى أنه بالفعل يكون في قانون انتخابات يأمن صحة التمثيل وخصوصا للمسيحيين. يعني اليوم العماد عون يعني يأخذ هذا الموضوع بي 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 بكثير من هيك الحدية وبكثير من الجرأة وبكثير من أنه لا بالفعل بدنا نوصل لشيء جديد. أنا بأمل أنه يعني أنا إذا مثل ما قلت لك إذا موقفوا للعماد عون بيوصل وأقول بدي استخدم صلاحياتي إيه؟ يعني يستند إلى الدستور بهذا الموقف مش إيه؟ إنه والله عم بيجي بيقول أنا لا هيك بالسياسة أنا بالدستور الدستور بيعطيني هذه الصلاحية أو تلك الصلاحية بدي استخدمها لأوصل لهذا الهدف. نعم هلا إن شاء الله يكون الهدف شيء من هالنوع مش هدف الوصول إلى قانون انتخابي مش هيك يراعي فلان وفلان ويراعي كل الأطراف وكل الأطراف تكون مبسوطة وهذا هذا مين هالأطراف اللي رح تنبسط وتتوافق وهيدي هي الاستابليش مثل الموجود عزيزي. يعني إذا رايح هيك ما بعود إلا أهمية إذا هو رايح باتجاه وهو عم بيقول أنا بدي نسبية كاملة يعني بس بنفس الوقت يسمع أنه يناقش ما هيك المختلط ويناقش المراحل يعني في شيء غامض بهالعملية إذا رايح هو بالفعل بيكون عم بيعمل نقلة نوعية بالوضع مش بس المسيحي بالوضع الوطني أيضا بالوضع المسيحي والوطني وصولا إلى أنه لا يعني أنا يمكن أخسر شوي بهالزم شوي بهالقانون الانتخاب بس رح يصير فيه ما هيك نخبة جديدة عالم جديد نوع من تلوين جديد للقوى السياسية مش هو يعني هالقوى المحنطة يلي موجودة وصلى 30 سنة و 40 سنة موجودة بس بالآخر الرأي العام يعني إذا بتوصف هذه هون بيكون ثوري ميشيل عون وأنا بهالمسألة هيدي بكون معه. أما إذا بده آخر شيء النتيجة تكون يعني مساومة ومفاوضة والوصول إلى إبقاء الأمور على حالها شو بنكون عملنا وقت أفضل يجددوا لشو حتى يعملوا انتخابات اليوم إذا بدهم يعملوا انتخابات حتى يجيبوا ما هيك نفس الأطراف ونفس القوى السياسية مع اختلاف ببعض الأسماء مع اختلاف ببعض الأحجام اخي معلش مش الحال خلوا الأمور على 60 أو روحوا بلا ما تعملوا انتخابات وتعذبوا العالم وتاخذوا شرعية جديدة أنه العالم معنا من خلال قانون انتخابي أعوج وتدفعوا مصاري وتدفعوا مصاري الدولي لشو روحوا مددوا سنة خلينا نشوف من هون لوقتها شو بيصير. اليوم الجميع يقول بأنه بدوا قانون انتخابات جديد يعني الرئيس ببري بيقول بدي قانون انتخابات جديد الرئيس سعد الحريري العماد ميشيل عون الدكتور سمير جعجع السيد حسن نصر الله كلهم بيقولوا بدنا قانون انتخابات جديد 100% تعرف هيدي رح خبرك شيء في يعني الكلام للرعية وفي الكلام للخورية هلا الكلام للرعية هيدا الكلام يلي بيحكوه يعني هيدا الكلام الشكلي يلي موجه للجميع وللخورية للشعب هلا للخورية بيعملوا مفاوضات بس مين الخورية قدي هيدا بيطلع لي وقدي هون بيعطيني ولا انت بيحق لك 10 لا انا بيحق لي 12 هيدي الخورية هون اللي عم بيصير انا هيدا هلا ميشيل عون الرئيس ميشيل عون اذا انه ذاهب بشكل فعلي ومثل ما هو ايام عنده نتعات ايجابيه ما هيك رايح باتجاه انه لا خي انا بدي لاقي حركه التغيير يلي موجوده بالمجتمع ويلي برهنت عن حالها وشفناها شوي كمان بالانتخابات البلديه اذا هو بده يلاقي هذا الوضع ومش بده يضلوا بالاستابليشمنت لانه اليوم الاستابليشمنت بالعالم كله سوا عم بيخرب اكثر واكثر اذا عم تشوف مثلا بامريكا يعني ترامب يعني هي انتي استابليشمنت بفرنسا العدوى رايحه نحو اوروبا عشان هيك الاوروبيين جنين وبالتالي
أنا أفتكر بيكون عنده موقف ريادي الرئيس عون، إذا بشكل فعلي يتخلى عن ما هو يريد لتيار الوطني تبعه، أنه إيه معلش إذا كنا 27 من صف 20 بس لا نحن منقدم شيء، ومنقدم شيء للمسيحيين بشكل عظيم بشكل كرمية. بشكل دائم، مش بشكل انه اليوم حصلت للمسيحيين لانه في عالم قوية، هيدي ما بتكفي دكتور. اليوم في قوية بكره ما في قوية، يعني انت بدك قانون انتخاب يكون ساري المفعول لفتره طويله جدا. نعم، مش وهيدا بس وهيدا بفتكر يعني يمكن هذا احدى الافكار يلي كانه قريطه عند 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 الرئيس عون، وانا بعرفه للرئيس عون منيح، يعني اذا ماشي بهالاتجاه انا بقول برافو عليه، ونحن معه في الذهاب لإله. بس اذا كل هالمساله رح توصل لمفاوضه جديده واخذ وعطى والاستابليشمنت يرجع يركب حاله، يعني عشو بقى كتير منيح. بس احنا اليوم عم نتيني العماد عون او غير العماد عون وكل الفرقاء السياسيين كلهم عم يتعاطوا مع بعضهم، هؤلاء الفرقاء السياسيين هن ذاتهم يعني موجودين بمجلس النواب. نعم. وموجودين. نعم. بالحكومة. نعم. اليوم اللي عم تطرحه يمكن من الناحية المنطقية من الناحية المبدئية شغلة كتير عظيمة كتير فظيعة، بس ولكن اليوم هل بالإمكان إقرار أي قانون انتخابي بغض النظر عن فئة من اللبنانيين مش موافقة عليه؟ بدي اقول لك شغلي اول يعني شيء يعني اليوم مثل ما قلت اذا اليوم شخص مش موافق يقال بانه هذه الطائفه او هذا المذهب مستهدف، ما فيك تقر قانون انتخابات ما يكون في عليه اجماع من قبل يعني الفرق السياسيه من قبل البارونات الموجوده يلي طيب يعني بارونات ماشي هاي دول انا فيني اقر اليوم فيك اليوم اليوم اذا هو ماشي بهالمشروع وربما يقوم يسيروا بهالمشروع أيضا مثلا حزب الله بيسيروا يمكن الكتائب وبعض الأطراف يعني بقروا بالأكثرية ايه بياخدها بالأكثرية شو لكن بدي اقول مش يعني انه بالإجماع لا مش بالإجماع طب ليش بدك تطبق سياسة الديمقراطية التوافقية وتشكل حكومة وفاق وطني وما بدك تروح بعد الانتخابات بقانون بمثل الوفاق الوطني؟ حسنه المشكلة انه هون انت عم تجي على القانون. طيب حلوي يلي هو قاعد ومتربي على السلطة، هو بدون اي شيء بده يركب القصة حتى يحافظ على كل مصالحه. وين الديمقراطية فيها هيدي؟ للأسف أنا بدي أقول لك شغلي، لبنان منه بلد ديمقراطي، لبنان هو بالفرنساوي بولي ديكتاتور بسودو ديمقراطيك. شو يعني؟ يعني ديكتاتورية متعددة في لباس ديمقراطي. شو يعني؟ يعني في عندك 6-7 بهالبلد حاجزين السلطة بإيدهم ويتعاطون التحالفات والتقاسم والخلافات والتوافق فيما بينهم. وهذه بتعطي صورة مثل كأنه هناك وضع ديمقراطي في لبنان. هلا ما بدي احكي على الشق الآخر، في مظاهر ديمقراطية بس مش 6-7. حتى 6-7 يمكن داخل الوضع تبعهم هن ديكتاتوريين داخل يعني المجموعات تبعيتهم. انه هل توافق هيدا عم بيمر عبرون؟ يعني اذا ميشيل عون خرج عن هذه المساله وانتهج بشكل فعلي خط مثل ما بدي اقول ثوري، ثوري على بيكون هون بالفعل رحنا نحو التغيير. واليوم هو بموقع الرئاسي ممكن انه يقدر يعمل هاي، ما بعرف اذا بده يعملها، ما بعرف قديش نيته، لكن هيدي رح نشوفه بالايام القادمه. طب هذا اذا صار هذا الموضوع ما بيوضع يمكن المسيحيين بمواجهه فرقاء اخرين من غير طوائف من غير مذاهب؟ لا مش كلهم، يمكن البعض بعدين اليوم في تحالف قائم، بعدين البعض في البعض تحالف قائم البعض معلي البعض في حاله ضعف هيدا انه ما بيقبل بكل شيء. شو بدك تعمل حقيقة؟ بدي اقول لك كيف يعني البعض في حال الضعف بيقبل بكل شيء؟ يعني اليوم في دخلك اليوم في مذاهب وطوائف، هيدي الحكومه، هاي الحكومه كيف تشكلت؟ قل لي كيف تشكلت؟ مش هيك؟ قلنا 24 قالوا 30 راحت 30 مش هيك؟ وضع يعني مين يعني حزب الله ساعتها حزب الله ساعتها هو بيفرض اللي بده اياه. انا ما بحب وصف الامور
هيك بطريقه معجوني. لا عظيم شو خلينا نوصفها بحقيقه الامور. يعني اليوم حزب الله هو بيقدر يفرض قانون الانتخاب؟ في طرف ربحان بالمنطقه هو لحديت هلا هلا بعدين مع مجيء ترامب مع تغيير بالسياسة الأمريكية والمعادلات الجديدة اللي بدها ترسيها هي غير شيء. أين إلى الآن في طرف ربحان هو إيران وحلفائها. طيب حزب الله هو حزب بالتأكيد لبناني، بمعنى أنه هنوي مشكل من لبنانيين ما في شك، ولكن بالتوجه السياسي والمشروع السياسي هو مشروع جهادي إسلامي على طريقة الإثني عشرية. طيب وهو علاقته عضوية بالجمهورية الإسلامية في إيران، لا يتلقى الأوامر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما هو فاعل وهو يشارك في صياغة القرارات الإيرانية بالقليل بالنسبة للبنان، بالقليل بالنسبة للمنطقة المحيطة سوريا العراق، وهذا وعم نشوف نحن دوره كبير بالإقليم. طيب هذا الطرف هو الأقوى، هو يلي معه سلاح، وهو يلي لحد كبير مسيطر على الوضع اللبناني. أكيد مش رح يروح يحتل المناطق اللبنانية، أكيد مش رح يروح لا، بس هو قادر على فرض قانون انتخابات. هو قادر قادر على كل شيء. يعني حليفه هو عون، يعني ما انخربت كتير. لا ليش اليوم رئيس عون اليوم مش على مسافه وحده من كل الفرقاء؟ الرئيس عون هو كرئيس يسعى الى ان يكون، ولكن الموازين القوى تفرض عليه يمكن ما ليس هو يريده، مش هيك؟ بس انه باخذ مطاف السياسي هي موازين قوى. بدي اقول بهالعمليه رئيس عون هو حليفه لحزب الله، صحيح عنده تفاهم مع القوات، وصحيح انه هو لين اليوم مع 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 حريري، ولكن حريري متراجع، حريري ضعيف ومستضعف. لا شك بانه السلطه المركزيه في الدوله اللبنانيه والقرار الاساسي هو في يد حزب الله. ونحن يعني أنا حتى فيني روح إلى حد تشبيه الوضع بلبنان ككل مثل وضع مسكننا بالوصاية السورية، بس هلأ في وصاية إيرانية بشكل لبناني. يعني في عندك طرف بدوزن الأوضاع في لبنان، بيعطي لكل واحد وبيحط له حدود وبيقدم وبأخر. هل هذا يلي الطرف هو يلي هو موجود بالضاحية عظيم؟ نعم. هل هذا الطرف سيسمح للمسيحيين انه بالفعل يكون عندهم تمثيل صحيح وانه قواهم تتمثل بالحجم يلي يجب ان تتمثل عليه؟ يعني هل سيسمح انه القوات اللبنانية تتمثل بحجمها الحقيقي، ولا شو راح يعمل؟ مش قصة قوات لبنانية او قصة القوات اللبنانية هي على النقيض السياسي مثل ما بتقول لحزب الله. نقيد هلا ما بقنوا النقيد، ليش ما بقنوا؟ يعني هلا النقيد كلامي. يعني لحديت هلا صار في ارتياح وتريح لكل هالتناقضات مثل ما عم نشوفها. يمكن لحسابات السيد حسن نصر الله قال انه القوات اللبنانيه قوه بتمثل عظيم. بس بتمثل المسيحيين، بتمثل جزء من المسيحيين، ما حدا بيمثل طائفه بكاملها. هلا انتبه، هن ما عليه يعني عون وشعجع مع بعضهم بدون ما اي يكون في يعني عندهم اكثريه مسيحيه. عندهم اكثريه مسيحيه ويسعون الى القول انه نحن من المسيحيين. بيقولوا لك بنفس الوقت نحن ما بدنا نطغى على المسيحيه، ولكن هن عمليا بيقولوا لك نحن حجمنا كبير ونحن بدنا نجيب قد ما فينا وشوي وحبه مسك. حقهم بيقولوا لك. هلا هاي واقع. بتسالني عن حزب الله انه بيقبل ليش ما بيقبل؟ اذا صار في اذا بدك مسيحيين عاملين له تغطيه كبيره وبالقليل منهم مراعينه والتانيين ماشيين معه، ليه ما بده يقبل؟ شو هي المشكله؟ والطرف السني ضعيف ومستضعف،
والساحة السينية مفرفطة، ما هيك؟ في أكثر من طرف صار بالساحة السينية، أكيد لا يزال الحريري هو الطرف إذا بدك الأكبر إلى حين، حتى نشوف هلا بكرة بأي انتخابات. أنا ما بتصور رأيك هناك من يريد إضعاف الرئيس الحريري؟ كيف؟ هناك من يريد إضعاف الرئيس الحريري؟ أنا بفتكر اليوم حزب الله بهالوضع هيدا ما بقى بده يضعفه للحريري، لأنه أصبح الحريري متفاعل، وبالتالي لا حاجة لأضعافه أكثر، لأنه صار ماشي بالسكة، ما عادش فيه مشكلة. عم تسمع حدا بيطرح أي شيء؟ لا. هلأ أنا ما بدي كمان نفهم غلط، هلأ أنا بتمنى على أنه حتى هالدولة العرجة تقدر تكمل تمشي أحسن من أنه ما يكون في دولة. أنا مع من هالرأي، مش من رأي أنه يلا وبأمل مع الشعب أنه تقدر تعمل بعض الشغلات، بعض المسائل. طب بس أنا ما بدي كمان اضحك على الشعب، قل له لا كله ماشي عال، قل له أنه لا ما في مشكلة، قل له أنه نحن الوضع ممسوك ومكملين رح يكون ممسوك. لا لا، ممسوك أمنيا، ممسوك حتى أمنيا يا خي. طيب أنا هلأ لما بشوف داعش وحالش ومالش بالعراق وبسوريا، مش هيك؟ هلنا طاحشين عليهم. هلأ قديش بدهم يقدروا يطيرون من الرقة ومن شو اسمه بالعراق، الموصل هلأ يمكن، بس هل هيدا بينهيون؟ لا بالتأكيد ما بينهيون، بياخدوا أشكال أخرى. طيب إذا بياخدوا أشكال أخرى وعندي أنا طرف يعني هو حزب الله عم بيقاتلهم بقده وقديده، وبيصيروا بدهم يروحوا يعملوا عمليات وين؟ محل ما العالم عم بتقاتلهم ومحل الخسرة ضعيفة. أنه ليه أنا بدي غض النظر؟ على كل حال حتى الأجهزة الأمنية لما بتقرأ اليوم أنه بيقولوا لك أنه الأوضاع عم تصير خطرة، ممكن إيه بس لا يعني هيدي لكان ما فينا نحن نضلنا هيك بغيبوبة. شو عملوا يعني إن كانت القوات ولا أطراف 14 أزار؟ ما بقى في 14 أزار عمليا، من قليل 14 أزار كانت تضوي على بعض المخاطر. إيه بس يعني المنطق هلا ما بقى في شيء. منطق هذه القوى بيقول نعم إنه نحن اليوم، طب إذا ضلينا فتحين المعركة مع حزب الله لوين بدنا نوصل؟ ما نحن اليوم مش قادرين نحقق ما نصبوا إليه، والقرار بهذا الموضوع منه قرار لبناني، قرار دولي وقرار إقليمي. طب ليش بدنا نضل فايتين بمواجهة نحن وحزب الله؟ خلينا نتفق نحن وحزب الله على بناء هذه الدولة. مزبوط، رح جاوبك عليها بالضبط. هالأطراف ولا سيما يعني عم بحكي على حزب القوات اللبنانية، شيء لأنه الحريري غير قصة، ما هيك؟ دخلوا على 14 أزار ب 14 أزار وب 14 شباط. مش بس كمان الرئيس الحريري كان رأس حربي بمواجهة حزب هلا بنوصل عليها. هل كان فيهم يعملوا غير اللي عم بيعملوا؟ هيدا اللي عم تقول لي. هلا المنطق لما صار في الوصاية السورية في لبنان، كانت وقتها أمريكا والعربان وكل الدول العربية عم بيقولوا لسوريا فري هاند ان لبنان، انت وصية على هالبلد، وحتى اسرائيل تركتها لسوريا انه تكون هي وصية على لبنان. هل انه كان غلط الانقلاب على الاتفاق الثلاثي؟ هل كان لازم نحن نقول ما في مشكلة مع بالـ86 انه هل كان لازم نقول يا خي كان ما هو حق اللي حبايقه يعني من وقتها؟ ما كان لازم تصير. هل انه خلال الوصاية السورية انا كنت مفروض اقول يا خي طيب ما في امكانيه يطلع السوري من لبنان؟ بالفعل هل ما كنت لازم اعمل قرنه شهوان لانه ما في امكانيه؟ نعم كان في عالم عم بيفكروا هيك، والعالم اللي فكروا هيك فاتوا بالسلطه منهم الحريري وغير الحريري وأطراف مسيحية ما هيك غيرنا، بس نحن لما ما فتنا. طيب لكن يا بالأول كنا مغلطين، حتى لما مات صديقنا محمد شطح، ما هي شو صار؟ دكتور جعجع ضلوا يقول أنا ما بدي أدخل على المجلس على الحكومة، ما بدي فوت على الحوار.
طب شو بدا ما بدا لما خربت على الاخر خلاص بدي احمل حالي وبدي فوت انا بقول. طب شو بيعمل؟ شو بيضل برات الحكومه؟ ايه 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 بيضل. خليني انا رح اقول لك شو ما كان ممكن يصير ل 14 اذار. كان فيها تعمل مثل ما عملت هالطرفين، يعني كان فيهم يعني مثل ما تفضلتوا، قلت انه انا ايش بدنا نضل برا، خلينا نفوت لجوا ومن جوا من هيدا وبالقليل منظبط ونعمل. طيب هيدا طرح، نحترم كل الطروحات، بس كان فينا نعمل غير شيء. كان فينا فيك تضل تواجه حزب الله؟ مش واجهه، مش رح واجهه عسكريا، مش عسكريا. ايه حتى انا ليش واجهت السوري عسكريا؟ ما واجهته، بس انا كنت قلت له لحزب الله يا خيي انت اقوى مني، انت عندك القدرات وعندك القوه وانت ربحان بالاقليم وهيدا، تفضل جيب رئيس جمهوريه، جيب رئيس حكومه، عمول حكومه انت لوحدك، مش انا بدي اجي غطيك. وانا مثل الغندي، انا بدي ضل اقول وحذر من المشاكل يلي بدها تصير. يعني انا بخليه يعمل دوله، مش حتى اقول له بدي يمنع دوله، لانه انا مع وجود دوله حتى هو ياخذها بشكل كامل، بس هو يقلع شوكه بايديه. انا ما رح غطيك، انا ماني جاي هون. انا رايي انه ما تفعله بسوريا وغير سوريا، انا ما تفعله بقصة السلاح وتكديس السلاح ووضع لبنان بخطورة بوش اسرائيل. انا قريت مقال لابراهيم الامين من 4 ايام عم بيحكي عن امكانية وشيكي او ممكن كبير انه يصير في بتغييرات حطتها باطار مؤامرة، انه يصير في حرب اسرائيلية على لبنان. انا بحجة انه بكدس سلاح وبعمل توازنات وبعمل ردع متبادل وقصص وهيدا. طب هيدي نحن ما بقى نحكي عنها. انا كنت بفضل انه ايه ما منشارك، ليش هالمشاركة شوية وين راح توصل؟ بدها توصل لإقامة دولة في يعملها، في يقوم الدولة ويخلي اجهزة دولة ماشية، حزب الله والفريق تبعه نعملها. بس انا مفروض كمل، بس في عالم وفي أطراف بيشوفوا حالهم انتهوا إذا هني ما شاركوا في السلطة. فيعني ما يعني هاي شيء وهاي شيء. أنا بقول مش ضروري تشارك بالسلطة حتى تكون فاعل. نحن كنا بالسابق فاعلين بدون ما نشارك بالسلطة. بس تترك البلد يعني مثل ما هني حسب منطق القوى الأخرى، إنه هل نترك البلد لحزب الله وحده؟ هلأ هو أنت تاركه كيف ما كانوا، أنت عم تعمله رغباته لحزب الله. فيك تعمل شيء غير انه هيدا؟ بس انت قاعد بالوزارة الداخلية وقاعد بوزارة الكذا، بس انت خاضع لقرارات حزب الله. اذا بيقول لك لا بتقول له لا. ما فيك تقول له ايه؟ ما نضحك على بعضنا. انه هذه الفرقاء يعني هلا استنكفت عن مواجهة حزب الله؟ مين؟ ليش؟ الفرقاء اللي كانت تواجهه استنكفوا؟ هيدا تسألون لقلون. هلا كل واحد عنده قصته. ان كان يعني ما بدي ادخل بنقاشات يعني اخر شيء ينفهم غلط كلامي. للحريري اسبابه واسبابه يعني بعلاقاته مع الخارج، بالداخل، بوضعه السني، بوضعه التنظيمي وهذا. الدكتور جعجع يمكن عنده غير حسابات، يمكن بقي انه هلا يعني حرم حاله كتير وكل العالم هيدا، يمكن لازم يدخل، يمكن عنده طموحات كمان لمرحله لاحقه رئاسيه وتحضيريه، تحضير لرئاسيه. يعني هيك بجرب يتقرب من حزب الله بركي بيمشي الحال. على كل قبل ما نتابع انا وياك بدنا نشوف يعني وزير الاعلام ملحم رياشي وصل الى بنشعي والتقى النائب سامي فرنجي رئيس تيار المردة. عم شوف صور هذا الاجتماع بين النائب سليمان فرنجيه وايضا وزير الاعلام ملحم رياشي. مثل ما هو معروف انه الوزير رياشي هو ينتمي الى القوات اللبنانيه ومنحصه القوات اللبنانيه في الحكومه، ويزور اليوم النائب سليمان فرنجيه. ما بعرف اذا البحث يعني راح يكون مركز على الموضوع الاعلامي ام ايضا سيكون هناك بحث بموضوع له علاقه بقانون الانتخاب. بس تعد يمكن هذه الخطوة من خطوات التقارب إذا فينا اللي ممكن تصير بين القوات والتيار. نحن بنتمنى كل العالم تتوافق مع كل العالم.
بس انه المسيحيين عم يقطعوا يعني اذا بقربوا من بعضهم كل مره بيكون بعضهم افضل. هذه بالصوره بالصوره يعني بالشكل يعني هلا ما بدك تشوف ما يعني قديش فيهم يتقاربوا بالمصلحه وبالمصلحه المسيحيه مش بالمصلحه الشخصيه لكل طرف. المصلحه المسيحيه وين اليوم؟ مثل ما كانت من قبل. انا برايي كيف يعني كانت من قبل؟ بالمواجهة مع حزب الله ومع النظام السوري. شو بدون المسيحية؟ المسيحية موجودين بإطار يعني محيط معين، ما هيك؟ عظيم. هون المسيحية بلبنان عندهم كلمتهم، منهم يعني عايشين أهل ذمي مثل بغير بلدان، أو كلمتهم مش مسموعة. هون هن مشاركين بالقرار السياسي الدولي وبتسيير امور الدولة. عظيم. هلا طائف بيقول بالمناصفه، الحقيقه مش ماشيين بالمناصفه، في محاوله لاعاده العوده الى مناصفه عم تتعسر الى حد ما وبتتقدم شوي. يعني هيدي شغله، بس المسيحيه مش بس هيك. هلا بنتابع الموضوع الحديث بهذا الموضوع، بس خلينا ناخذ ثاني بريك اعلاني وبنتابع الحديث بمساله المسيحيين في لبنان. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBCI مع دكتور توفيق الهندي. طيب عم نحكي أنه عن دور المسيحيين اليوم. أي أنه المسيحيين أول شيء هني ما في لبنان بدون مسيحيين. عظيم. يعني هذا في دور كياني. ساعد المسيحيين ما بيعود عندهم النفوذ الكافي في السلطة في لبنان، معناتها لبنان تحول إلى دولة عربية أخرى مثل باقي الدول العربية. لكن أحد الأهداف طب هل من مصلحة المسلمين أنه يكون للمسيحيين هذا الدور في السلطة؟ هلأ هون وشي المسلمين هن عدة أطراف وعدة مذاهب، وكل مذهب عنده هذا. في منهم بيعتبروا نعم من المسلمين أنه لازم يضلوا المسيحيين عندهم فعالية بإدارة الدولة، وإلا لبنان ما بعود هو لبنان، بصفي دولة أخرى. في منهم لا، في منهم رايحين لكن أول دور للمسيحيين هو الحفاظ على يعني دورهم بالسلطة اللبنانية وقدرتهم على اتخاذ القرار في الدولة اللبنانية، مش معناتها أنه يصفوا هن أقوى من المسلمين، إنما يصفوا في عيش مشترك وتفاعل بالسلطة. هيدي واحدة، بس هيدي عندها تكملة، هيدي ما بتكفي، مش أنه بس أنا بجي بدي أرجع استعيد يعني الدور السلطوي للمسيحيين في السلطة. هيدا شيء الثاني الملازم له هي السيادة والحرية والاستقلال. نحن إذا بدنا ناخد السلطة ونصفي على حساب السيادة والاستقلال، نكون مش عم نلعب الدور المسيحي المزبوط. سيادة واستقلال كل العالم بتقول لك سيادة واستقلال، بس شو يعني سيادة واستقلال؟ معناتها أنه أنت يكون عندك قرار لبناني، تحافظ على القرار اللبناني، ما تكون أنت زاحف لا عند إيران ولا عند سوريا الأسد ولا عند أي طرف. بس هذا لا، يعني أنت ممكن أنه يكون عندك علاقات طبيعية مع كل الأطراف، بس ما حدا يجي يعمل سياساته في لبنان على حسابك. بس هذا القرار اللبناني هو مسؤولية المسيحيين فقط؟ هو رئيسيا بمسؤولية المسيحيين، وللأسف بقول يعني إذا بدي أخذ الطرفين الأساسيين المسلمين، في عنا الطرف الشيعي اللي مهيمن عليه بشكل قراره هو حزب الله بشكل عام، مع إذا بدك قسم من القرار للرئيس بري، بس رئيس بري ثانوي بالنسبة لحزب الله. اليوم الطائفة الشيعية مصادر قرارة أو ملقوط قرارة، خلينا نقول ما بدي أقول مصادر، من قبل حزب الله. وحزب اليوم الله اليوم, اليوم, اليوم يمكن حزب الله وحركة أمل بشكله 90% من الطائفة الشيعية، يعني عندهم تأييد على المستوى الشعبي ضد الطائفة الشيعية. ما بنفي أنا، ما في نقول مصادر، ما قلت لك أنه في هلا كمان هاللقطة
أنه كيف لقطينا؟ هون بترجع للأسس. أول شيء سلاح كتير مهم، ثاني شيء العزة بالنفس والقدرة يلي عنده حزب الله، وبعدين المال، المال يلي بيجي من إيران، المال يلي بيجي من الدولة، هون بري بيلعب دور أساسي، المال يلي بيجي من الدياسبورا الشيعية اللي موجودة من برا، كل هيدا بيعطي عناصر قوة، والإعلام هيك كل هيدا بيعطي عناصر قوة، لأنه أنا 90% و70%، بس إنما اللعبة منا مفلوتة حتى تقدر تعرف بالضبط قديش هالمعارضة. أنا أفتكر في أكتر من 10%، والمعارضة موجودة وأنا بعرف كتير منهم، ولكن غير قادرين، ما عندهم الأدوات للمواجهة ولا قادرين عندهم الحرية للمواجهة. ناخذ الطرف السني. طيب الطرف السني في عندك السعودية، أكيد علاقة السعودية بالطرف السني ليس كعلاقة إيران بحزب الله. علاقة إيران بحزب الله هي علاقة عضوية، يعني حزب الله هو جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برغم كل شيء بيحكي للرعية. أما إذا بدك تشوف للخورية بدك تقرأ البيان السياسي تبع 2009 يلي هو إجا بعد المؤتمر العام تبع حزب الله بال2009، أو البيان التأسيسي بال85. هلأ تبع 2009 نسخة مشلبنة من ال85، إنما يلي بيعرف يقرأ ويلي بيقرأ سياسي بيفهم أنه هذه العلاقة علاقة عضوية، ويلي مطلع على تاريخ تكوين حزب الله بيعرف. يعني ما بدك قراءة، السيد حسن نصر الله بيقول هذا الكلام بشكل واضح. إيه بس أيام كتير كمان بيقول عكسه، ولذلك يعني التصريح أو بشكل متباين التصريح إنه نحن لبنانيين، نحن بهمنا لبنان، بحنا مزبوط بهمه، أكيد بهمه لبنان، بهمه لبنان كشو ك يعني قاعدة انطلاق لمشروعه الأوسع، مش بهم لبنان كلبنان. يعني أنا لما كنت قومي عربي مش هيك شو كنا نقول؟ كنا نقول إذا تناقضت المصلحة القومية العربية يعني مع المصلحة الوطنية يعني اللبنانية، الأولوية تذهب إلى المصلحة القوميه ولا تذهب الى المصلحه اللبنانيه. اليوم الاولويه يعني اعتبروا لا تذهب الى المصلحه الايرانيه. هلا الشيء هن اسلامي، ما بدي اسميها ايراني، هن المصلحه الاسلاميه يلي هن بيشوفوها وبينظروا لها. انا عندي احترام لهم، يعني هذا رايهم، بس انا عندي اختلاف وانا ضدهم، لانه ضد هيدي شيء ضد لبنان. بس انه هن عالم عندهم عقيده، عندهم قضيه، عندهم قصه، مزبوط هذا صحيح، بس نحن ما ممكن نحن نمشي بهالقصة، لأنه هيدي بنظرنا وبنظري بتعارض مصلحة لبنان. نحن نقول لبنان أولا، يعني شو لبنان أولا؟ يعني أنا قبل ما أشوف مصلحة هذا الطرف أو ذاك، مصلحة الإسلامية تبع هذا الطرف أو ذاك، تطلع أول شيء على مصلحتي. طيب أنا اليوم كمان. اليوم ليش ما فيك تقول أنه حزب الله هو يعني بما يقوم به كل ذلك لمصلحة لبنان أولا؟ يعني حزب الله يقول بأنه يقاتل الإرهاب في سوريا وعند الحدود، وبأن قتاله لهذا الإرهاب هو صب في مصلحة لبنان أولا. حزب الله يقول بأنه هو موجود على الحدود الجنوبية في مواجهة إسرائيل، وقوة الردع التي يملكها تصب في مصلحة لبنان أولا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. حزب الله يقول بأنه وجوده في الداخل اللبناني وعمله في السياسة اللبنانية وتحالفه مع العماد عون والحوار الذي يقوم به في مع حزب الله مع تيار المستقبل وكل ما يقوم به على الساحة الداخلية يصب أيضا في مصلحة لبنان أولا. وين الغلط فيما يقوم به حزب الله؟ أنا راح أقول لك. أولا خلينا ناخذ شغلة إسرائيل، مش هيك؟ أكيد كل لبنان ضد إسرائيل، ولكن هل أنه لبنان يجب أن يكون رأس رمح للمقاومة بوجه إسرائيل؟ لا. هل أنه عملية الدفاع عن لبنان وعملية الحفاظ على وجود لبنان بتم عبر سلاح المقاومة مثل ما بيقولوا، وعملية تراكم يلي هي بالمنطق المجرد الميكانيكي
بقوا حالهم من هون، هوديك بقوا دفاعهم من هون، رح يوصل وقت هيدي رح توصل لحرب، رح تكون مدمرة للبنان. مش هلا، مش بكره، هلا الاستاذ ابراهيم امين من اربع ايام عم بيقول يعني انه كتير ممكن هيدي تروح لهون هلا. وهيدا المنطق انا سلي مدي عم بقوله، ولا شك بانه هالصعود في القوه من هذا الطرف الدكتور ممكن يعمل ردع لمدي، بس بمحل ما لما واحد بده يحس حاله انه قادر رح يروح، ولما في ظروف يمكن تروح اكثر. مثلا اليوم اذا صار في سياسه امريكيه جديده مع ترامب، ما هي وتركت لاسرائيل انه تعمل شيء على النووي الايراني مثلا، في اتفاق اليوم، ما ترامب ما راح يلغي الاتفاق، يمكن يرجع يبحث فيه، يمكن يرجع يراجعه، بس ليس باتجاه الغاء الاتفاق. هذا ما بنقدر نعرف يعني، حسب الجو، هلا بال حسب الاجواء الموجوده بهيك المعلومات. لا هلا ممكن يراجعوا وممكن يروحوا، عنده علاقات هلا ما بعرف كيفيه مع اسرائيل متطوره، ويمكن يكون راي اسرائيل غير هيك، ويمكن يكون ردع اذا بدك التمدد الايراني في المنطقه بطريقه معينه. انا هون بلبنان شو، اذا حزب الله هو جزء من القرار الايراني، مش انه بيرجع بقول يعني، هو جزء طوعي، هو بده يعني هو بيصيغ هيدا. شو بيصير؟ بيصير انه هيدا الوضع بيخرب لبنان. هلا بما يخص الارهاب، ما هيك؟ طيب راح هو ما استاذن حدا ودخل بعمليه محاربه الارهاب الاسلامي تبع الدوله الاسلاميه وما شابه، تبع القاعده وما شابه، ما هيك؟ وبهذا هون في منطقين، في منهم بيقولوا لك ايه ما هو كيف ما كان جاي علينا، مش مزبوط. انا برايي مش مزبوط. انت لما عم بتروح تحاربه هونيك، واذا انت ما عندك غير تطلع على 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 كل الردات الفعل يلي موجوده على 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 الفيسبوك، على التويتر، وهذا لما انت بتحط جهاد اسلامي شيعي بوش جهاد اسلامي سني، عم بتقوي الجهادين، عم بتقوي جهادين. وبالتالي انا بعمليه الدفاع عن لبنان ايه يمكن بوش التكفير السني والجهاد الجهاديه الاسلاميه السنيه، انا يمكن هون عم بجيب البلا لحالي. ثلاثه على قصه الدور الايجابي يلي عم بيلعبه داخل لبنان، نعم بده يلعب دور ايجابي، لانه طول عمره حزب الله شو بده؟ بده دولة لبنانية، ما هيك؟ ما تناقضه، بده دولة لبنانية تريحه وتريح له، ما هيك؟ عمله للخارج، يعني عمله بسوريا، عمله بالعراق، عمله باليمن، يعني يقدر يستمر بمسيرته إذا بدك الجهادية الإسلامية القائمة على ما هيك الجهادية الاثني عشرية اللي موجودة بإيران. هو هذا اليوم أنت هذا الدولة اللبنانية بأنه بيقولوا إيه ما بده، بده يكسر الدولة. لا ما بده يكسر الدولة، بده دولة لبنانية بتريحه، بده أنه يعني قاعدة الانطلاق تبعيته تكون سليمة، ما حدا يزعجه حتى يكمل عمليته. هلا لولا كان عم بيكمل عمليته الخارجيه على حسابه يكملها، بس اذا هيدي كلها عندها ارتدادات على لبنان. بعدين قد ما بدنا نقول نحن بدنا نظبط الدوله ونعمل وهيدا، طيب مين بده يجي يظبط لك الدوله بحال هو بيعرف تماما انه في سيطره، في سيطره لايران على هالدوله يلي هن بدهم يتعاطوا مع ايران؟ طيب مين بده يتعاطى مع ايران؟ ليه اليوم ما هيك الوضع اذا بدك العربي والخليجي بالرغم من التحسن الجزئي اللي صار، مش هيك؟ انا برايي ما في قابلية لانه يذهب بعيدا بعمليه يعني اعاده هيك في شويه اكسجين عم يجي للوضع اللبناني، بس على المستوى الابعد لا، في عندي مشكله انا. بس كمان يا دكتور، يعني اليوم
في اليوم حكم وعنده حلفاء، وهذا الحكم وهؤلاء الحلفاء تبعه عم بيجوا بيقولوا نحن بدنا نظبط هيدي الدولة، نحن بدنا نعيد العمل بطريقة طبيعية إلى المؤسسات، نحن بدنا نحاسب الفاسدين، نحن بدنا نشوف مصالح الناس ونروح نبلش نشتغل عليها، الكهرباء، المي، الطرقات، التعليم، يعني كل هذه الأمور بيشتغلوا عليها. طب المواطن اللبناني هذه الأمور ألا تعنيه؟ يعني هل يعني أمر واحد أنه أنا أضل عم واجه حزب الله؟ لا 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 أخي باردون، هيدي بتصير كان بيعملها حزب الله بدوننا. هيدي كيف يعني بدوننا؟ يعني بدون ما يفوت دكتور جعجع ويفوت الحريري بيعملها بهذا، ويمكن هو لأنه هلأ شوف الفساد بلش من فوق ما بلش من تحت، مش الفاسد هو الصغير، الفساد هي من فوق. وأنا رأيي الفساد تركيبي بلبنان. ليه تركيبي بلبنان؟ لأنه لبنان هو مثل ما بيقول أهنس باشا كيوم جاء آخر متصرف في لبنان، تركيبته السياسية الاجتماعية وبغض النظر عن الطوائف، هي مزيج هجين بين الإقطاع الآري والقبلية السامية يلي هي عم نشوفها قدامنا. هي هل 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 هالعيال السياسية، العيال السياسية هي نوع من قبائل مركبة بأحزاب، كل حزب هو قبيلي، هو قبيلي، عندك رئيس قبيلي، وكيف بيتم هيدا؟ أنه هيدا الرئيس هو أبدي سرمدي، بيجي من بعده يلي بيورته بالدم. يعني هل رئيس القبيلة بده يجيب المصالح، يحقق المصالح تبع قبيلته حتى تضل قبيلته معه؟ بده يكبر له قاعدته، شو بيعمل؟ بيدخل على الدولة بياخذ اقسام من الدولة وبيوظفها حتى يقوي سلطته على قبيلته. هذا مش حكي، هذا حكي وهنس باشا كيوم جان بألف 1916 يعني بعده ماشي لايام يعني هيدي. لا يعني بلا ما انه إن يعني اتفزلك انا، هي حقيقه الامور. واذا بتطلع هلا بتشوف كمان انه التراتبيه الاقطاعيه موجوده، في عندك واحد برنس وعندك واحد اردوك وعندك واحد بارون وعندك واحد كونت وعندك واحد شوفاليه. تشوف الهرميه كيف كل واحد يأمر الثاني، في طيب. واحد تابع للثاني. بس قبل ما تابع انا وياك في معنا الاستاذ مارون ماروني اللي هو مسؤول بالدائره الاعلاميه بالقوات اللبنانيه، وبعرف في عنده توضيح او في عنده رد، بقى خلينا نسمع شو بده يقول. نهارك سعيد. صباح الخير استاذ بسام، لك ولضيفك ولكل المشاهدين. ايه تفضل استاذ بسام. خلافا لما تفضل فيه دكتور هندي، القوات اللبنانيه لم تشارك بالحكومه لا لكسب مغانم ولا للتربع على عرش السلطة. القوات اللبنانية اليوم هي شريكة فعلية بالعهد الجديد، تتطلع إلى قيام دولة وإلى إعادة بناء المؤسسات. دكتور جعجع يلي رفض كل إغراءات السلطة بالفترات السابقة وبقي على أناعاته، لبل سلم نفسه لأعدائه، هيدا الإنسان وهيدي القيادة لا تغريها مقاعد السلطة، بدليل تخلي الحكيم عن ترشحه لرئاسة الجمهورية وتبني ترشيح العماد عون، وذلك إنقاذا لفراغ كاد يودي بالبلاد إلى حافة انهيار مالي واقتصادي وربما إلى درب الكيان. أما عن العلاقة مع حزب الله فما ذكر ضيفك أستاذ بسام لا ينطبق أبدا على الواقع، فما بين القوات وحزب الله هو تواصل وليس تفاوض. ومع بداية العهد الجديد دخل لبنان بمرحلة تبريد الأجواء الداخلية، حتما القوات اللبنانية ما رح تكون ماشي بعكس التيار، إنما رح تلاقي هيدا التبريد بتبريد أكبر وبترد التحية بالتحية. وألف شكر لك. يعني هل في مفاوضات أو في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله؟ عفوا، يعني هلأ في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله؟ أبدا. ما في حوار. الحوار يجب أنه ينتج عنه مفاعيل، نعم، يعني تكون بالحد الأدنى هي لمصلحة لبنان ولمصلحة الطرفين. يعني الأمر مجرد تبادل مثل ما قلت تحيات. الأمر هو مجرد تواصل، وعندما بيصير فيه نتائج منتجة من أي حوار نحن حاضرين. ومثل ما ذكر الدكتور، شو الفرق بين التواصل والحوار؟ نحن لسنا هواة تسلية ولا السيد نصر الله هني من هواة التسلية. عندما بيكون في أواصم مشتركة نحن حاضرين لهيدا الحوار ولهيدا التفاوض، ليس فقط مع حزب الله
إنما مع كل شرائح المجتمع اللبناني. شو الفرق بس بين التواصل والحوار؟ أنت عم تقول في تواصل، شو الفرق بين التواصل والحوار؟ لا، الحوار هو هو حوار معد له، بيكون في بنود موضوعة سلفا لهيدا الحوار، ينتج عنا اتفاق أو نعم. تفاهم نعم. إنما التواصل هو إنه ممكن الوزراء، وزراء القوات اللبنانية بيلتقوا بوزراء حزب الله، نواب القوات اللبنانية بيلتقوا بنواب حزب الله بحكم وجودهم بحكم وحدة وبحكم وجودهم ببرلمان واحد، يعني طبعا بحكم وزراء، يعني بتعاطوا مع كل الفئات، كان وزراء حزب الله وإن كان وزراء القوات. طبعا طبعا، وإنما حزب الله دخل بهيدي الفترة نعم. بمرحلة تبريد الأجواء بالداخل نعم. فحتما بعد العهد الجديد يلي صار بعد انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة نعم. ونيل الثقة وهالإنتاجية بالحكومة من خلال الجلسات المتتالية والريتم السريع يلي ما تعود عليه الشعب اللبناني، هيدا الجو ما فيك إلا ما تبادله بجو من التبريد. شكرا للأستاذ مارون مارون. أنا بشكرك. يعني أنا بدي أعلق مطولا، بفتكر معنا وقت قدي بعد عنا وقت معنا 5 دقائق 3 دقائق. لا صعب واحد أول شيء يعلق بسرعة. إنما يعني بشكل واضح أنا بفتكر بكلامي قلت شغلات واضحة، ما قلت أنه في مفاوضة، قلت في دخول بمسار معين. هلا التبرير انعطى أنه عالم أنه إذا تقربت القلوب من بعض وين المشكلة؟ انت شو اذا صار في القلوب تقربت من بعض وين المشكله؟ عظيم، خليها تتقرب. انا ما يعني شيء اللي بيقولوا انه هيدي الدوله في يعملها حزب الله بدونك، والخروج عن المألوف هو انه الدخول بالدوله. طيب في حدا يفسر لي ليه لما كانت الدوله مش هيك؟ يعني كان ميزان القوة من 2.5 وثلاث سنين لما كان في يعني فراغ. لا كان في شو اسمه حكومة سلام. أي. حكومة سلام ليه ما دخلوا فيها؟ حدا يفسر لي ليش ما دخلوا فيها؟ حدا يفسر لي منه ليه رفضوا انه يكونوا يحاوروا؟ حدا يفسر لي ليه لما كانت 14 اذار بدها تحدد موقف داخل الحكومة او داخل الحوار يروحوا يشاركوا بالحكي بالحكي معهم ويرجعوا هذا كأنه هني بالحكومة وهني برات الحكومة. طب ليه قعدوا برات الحكومة؟ ليه ما فاتوا من وقتها؟ من وقتها فاتوا باتجاه. طيب يمكن شافوا انه ما يعني الخطوات السابقه كانت مخطئه، واليوم شافوا انه رح احل لك ليه لانه قبل يعني ما يتوفى محمد شطح، يعني كان فكرة عم تتداول ببعض الأوساط الضيقة، وأنه يا خي إذا حزب الله مصر على أخذ لبنان محل ما بده ياخده، خليه ياخده لوحده، خليه ياخده على مسؤوليته، خليه يصير في طلاق حبي بيننا وبين حزب الله بدون ما أنه نوصل لمشاكل. يمكن بده ينسأل الدكتور جعجع عليها ليه بوقتها لما كان الوضع أفضل صرنا هلأ صار الوضع أسوأ، حملنا حالنا وفتنا ليه؟ بأي أساس؟ مين؟ أكيد كلنا بدنا دولة، وأنا من العالم يلي أول شيء كان بدي دولة، وعملت مفاوضات قبل ما تصير كل هالمفاوضات حتى دكتور جعجع ما هيك يصوت لميشيل عون، عم بحكي من 2.5 لما كان بعد الوضع أحسن رفض دكتور جعجع. هلأ من بعد خراب البصرة مش قبل بقى اذا بدهم يفتحوا مواضيع بنفتح، بس هيدي بدها جدل طويل ما بتخلص بكلمتين. طيب دكتور توفيق هندي، بشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك بالـ LBCI. الله يخليك. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.